بي اي ويتنس رح نشهد على سكسس ستوري اليوم مع زينة ناكوزي. كم مرة فكرتوا انه ديانا هالطبخة يلي بتعملها الماما ولا بتعملها التيتا انه بتنسى مع الوقت؟ كم مرة فكرتوا انه يا الله ما عندي وقت اعمل هالنوع من الاطباق ويمكن بعدين ما لحق انه اكون عم بتعلمهم مع كل السرعة ومع كل الشغل يلي ده؟ كم مرة بتفوتوا على المطبخ وبتقولوا عبالي هالطبق بس ما كان عندي وقت اتعلمه؟ جورجيت رح تعلمكم ولا زينه؟ مو شو زينه؟ لا مو شو كاتيا. لروسيت دو جورجيت هالكتاب يلي صار بالاسواق، كتاب كثير حلو، مشغول كثير حلو، يعني هو الكتاب اصلا كاليتي ورقه وكاليتي كل شيء كثير حلو وتصوير كمان رائع. شباب هون كلهم جاعوا، خلي لك اياها عندك اياها، اوكي، كلهم جاعوا على الصور يلي حاطتيها. فينا نعمل شوي هون المطبخ قريب. بس انا ما كنت عرفتك شيف. انا مني شيف، لا مع احترامي للشيفية، كلهم شيف بدها فورماسيون طويلة عريضة. لا أنا تعلمت هيك سور لوتا من وراء أمي يلي هي معلمة من أمها، يلي كاتب تصور أنت كمان تعلمت من أمي يلي تعلمت من أمها. مثل ما كنت عم بتقولي أنه في روسيتات يعني شفهيا أغلبية الروسيتات أنه عن نظر لازم تعرفي قد ايه بدها ملح و انه ايه اوقات بتصير تساليهم يعني لاماتنا يعني انه طيب هيدي كيف؟ ولو ما شفتيها مبينه، ولو كيف عرفتي انه استوت مبينه؟ وانت ستيل بتكوني اول مره عم تجربيها هالطبخه. بقى طلعت الفكره هيك انه بتعرفي الاكل اللبناني هو مقسوم اثنين، في اكل المطاعم عالميا المعروفين هن الاكثر شيء المازه اللبنانيه والمشاوي وفي الكوران اللي هو الاكل المنزلي العائلي اللبناني اللي هو كثير مهم، يعني ك برانسيب ديتيتيك تبعه انه كثير صحي، في عندك الخضره واللحمه والدجاج والرز ويلي فينا نطبخه كل يوم لعائلتنا ونستقبل اصحابنا عليه. وبقى مشان هيك طلعت الفكره تب انه كيف بدي دوين إذا بدك هالثروة الباتريموان كولينير، مش لأنه بس جاي من أمي يلي بيعني كل اللبنانية يلي ورتنينن. مشان هيك طلعت الفكرة من 4 سنين بلشت حط ليستا بكل الأطباق اللبنانية، في أكثر من 275 رسات. المطبخ اللبناني كتير غني وما في شيء مفلسف فيه، يعني في عندك الشوربة، شوربة الدجاج، شوربة القيمة المخلوطة، قصص بركة نسيناهن، أكيد في مثلا أكلة أنت نسيتيها. فكري برغو لولوبة مثلا. ولوبة؟ في أكلات ما بنعرفهم. هن قديمين كثير بس عم بيضيعوا مع الوقت ومع الحضارة، وعملته بطريقة كثير 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 هينة. الاسم طحينة فيهم؟ أكيد، الاسم طحينة بجنن. عم تزايد عليك شوي. في الاسم طحينة. في تابولة سخنة؟ لا جديدة هلا بحطيك اياها لتاني كتير. لتاني طب اكيد شوي التبولة السخنة. تبولة بقورمة. تبولة بتحطي لها قورمة عليها؟ اكيد. هي قطة طيبة. برغل قورمة اكيد. عندك كثير روسيتات قورمة مع الكشك. مع الحمص مع البيض. طيب علمتيها نعمل القورمة ديجا؟ ايه في قورمة شغل بيت. هلا شغلة حلوة انه هيدا الكتاب هو كلهم طبخات اكتواليزي هلا، لانه بتعرفي نحن ما بقى ناكل مثل ما كنا ياكلوا من 30 سنه و50 سنه و60 سنه. الاكل تطور مثلا أكيد. ما في ولا رسات بسمنه كثير هيلثي هيلثي، بس مش انه لريجيم، انه مثلا ليك هيدي القريدي السيده. وبتفكري انه هيدا انه قريدس مش شو بده يكون؟ لا في قريدس وفي قريدس، ما هيك وطريقه الطبخ بتاثر كثير على الحراره، بتاثر على الطعم، كل شيء بياثر على الطعم، كل التفاصيل موجوده. فانت اخذتي كل التفاصيل بعين الاعتبار، كلهم كلهم يعني عندك الوقت قد ايه بيتحضر، الكالوريات. بنتشكر سينتيا الحاجه اللي هي النوتريسيونيست، وبحب اتشكر ميلاد ايوب لهالصور الحلوه رائعين، وكارين خوري للديزاين تبع الكتاب. اكيد في كثير عالم لازم اتشكرهم، كل اللي ساهموا بالكتاب رح يعرفوا حالهم. طيب هلا قولي لي، هيدا كتاب ولا انسيكلوبيديه؟ يعني كيف بدي بلش يعني تبليش انسيكلوبيديه؟ دقيب المحشيه قد ايه كانوا من زمان كانوا ينسوها، هلا رجعت كثير ترندي على الصفر، اهم الصفر. طيب عندي رقبه بالثلاجه، رح جرب الروسيت تبعيتي. اولا بتحطيها بالثلاجه الرقبه؟ اما كان معي خبر شايف الواحد بضل يتعلم. لا مش مطبوخه. اوكي. عندي رقبه بدي اطبخها. لا شو بتقلي؟ الروسيت باج 206. اوكي خلص. وفي مثل ما كنت عم بقول لك انه هيدا الكتاب لهلا كثير براتيك ولاخذ سكسي، اوكي حلو وكل شيء، بس اخذ سكسي لانه هين، انه كل يلي عم بياخذوه بجربوا هين وطيبين، يعني عم بجيبوا الروسيت مضبوطه مثل ما هي.
عم شوف هون كالوريات، في كالوريات لكل بلا في كالوري وكالوري أوكي. مفصلة يعني مثلا السمبوسة كالوري إذا انطبخت بالطريقة اللي انت عارفها بالطريقة عارف يعني. أكيد أكيد هيدا الجاتو شوكولا. بالديسير كمان الديسير ما في شيء مفلسف، ما حطيت ولا بقليوة ولا شيء. في باتيسري أورينتال صار لهم سنين وسنين ما رح نقول انه رح نعمل بقليوة بنشتريها يعني مثلا بس مثلا لك هيدا الجاتو الكيك العادي مسميته جاتو تو سامبل، فيك تاكليه مع مربى اللي كنا ناكله نحن وصغار. الجاتو شوكولا نحن بعدنا صغار عم ناكل المغلي المهلبيه وما فيك تشتريهم من برا ما بيكونوا كمان. بنفس الجودة حتى لو كانوا مثلا هيدا البسكوي عراحة نحنا للبنانية انه بديهي شغلة بديهية بس كتير استوحيت لانه في عنا كتير اصحاب فرنسوية وأوروبية بيحبوا الأكل اللبناني بس ما ربيوا يعني بس عليك. الفكرة بس مثلا ما بيعرفوا إنه البيسكوي وراحة كتير منيحة للجوتي الساعة أربعة أطيب من البيسكوي اللي بتشتريهم خالصين هلا في شوية سكر زيادة بس هيدا يقسمة بتعرفي شو اليقسمة؟ إيه طبعا تلج كتير ما بيعرف خبرينا شو اليقسمة بالأصل اليقسمة هو أول ما ينزل التلج التلج النظيف بنحط بقلبه خيار سيرو بس هلا صرنا عم نطوره قبل ما حتى اختراع الكهرباء كانوا جدودنا بالجبل ياكلوا بوزة مثل ما قلتي جيبوها بس لازم تكون الشمس ضاربة ساعتين ويحطوا لها دبس بتبقى عم تلمع مثل شورفسكي روعة بدي عايلة شورفسكي هلا ماشي منجي بجلاس بيليه ومنزيد الدبس وال لا بس اذا بت يعني عن جد اول ما تكون عم تتلج تني والدنيا والثلج نظيف غير طعمه أكيد. مش مثل طعمة الثلاجة فزابل يعني بعد عم تطلج ايه لازم لاقي شي محل ما حدا واصل عليها وهيدا دونك مثل ما قلت لك الكتاب كثير هين لانه بور لي جان في للي تجوزوا يلي بدهم يتجوزوا يلي ديجا يلي ديجا يعني عندهم خبره بالطبخ ليه؟ لانه في كثير هيك استيوس انه اعتبري شابيتر لحمه مفرومه ارتيشو او سيترون ايه الويل دوليف انه واحد يفكر انه لا بس اذا الارتيشو اذا ما تغسل مزبوط ونسلق بطريقه صحيحه مزبوط ما بيزبط وفي كم محلات بحط انه كيف نكت يعني انكدوت عن الارتيشو مثلا الارتيشو كان ايام كاترين دو ميديسيس انه هي اللي اطلقته كمان وصار كثير غالي يعملوه انه برانديستوار وهي حلو وهي اللي قالت انه كيف هيك الفو تشيلي كل وحده بوحدتها وتاكليها مش انه الكارد ارتيشو وخلاص اوكي فيك كمان معلومات كتير تانية أنا يعني أكيد الروسات شي كتير مهم بس المميز بالكتاب هو بدايته يعني كل المعلومات عن الانجريديان كل المكونات يعني نحن بنستعملها واللي هي مكونات يعني بسيطه بس حتى المكونات اللبنانيه في كثير من اللبنانيات نسيون مثلا يعني ما بقى يعرفون مزبوط عندك مثل هلا مثلا البهارات منون ما في شيء صعب انه شو عندك سبع بهارات بهار عقده صفر انه كلهم برودويات بتلاقوا مثل ما قلنا المطبخ اللبناني هين يعني وسا يعني ما بتستعملي شو بتستعملي رز برغول بس هي التتبيله تبعهم وطريقه التحضير وقد ايه بضلوا على النار والحب يلي الواحد بحطه بالطبخ هلا هيدا الكتاب اللي صار له اربع سنين على النار خبينا كيف عملتيه وقد ايه يعني اخذ معك من الشغل وكيف جمعتي كل هالمعلومات اول شيء اخذتني فتره كبيره تحط ليستا انه شي 300 روسيت في انه منهم هينين تتذكريهم الاكلات اللي ناكلهم من نحن وصغار على الطاوله العائليه وعلى وقتها يعملوا عزايم اهلي لانه في اكل خرج عزايم اكل خرج كل يوم. بعدين صرت بدي اتعلمهم هلا جرب اخذ الروسيت تطلع نفس الشيء مش معقول نصها ناقصه ارجع اكتبها ربعها ناقصه ارجع اوقف على ايد امي شوفها وارجع انا اعملها وحط غير النص ساعه على التليفون ايه اكيد صايره معك صايره مع كثير عالم غير النص ساعه على التليفون ومع الوقت صار عندنا هالكتاب هلا عم تكوني على نوستالجي كل يوم كل يوم مع كارول مارمون نحكي ومنا طويلة أي ساعة؟ يعني سبعة ونص واثناش ونص سبعة ونص على بكرة واللي ما بيوعى بكير نرجع من رجعة اثناش ونص تعطي روسات بالنهار؟ مش دايما روسات ايام روسات ايام بنحكي عن أستيوس ايام سؤال جواب ايه وخمس دقايق ست دقايق تما يزهقوا العالم بتعرف هلا لانه الطبخ كتير ترند يعني ما بتفتحي تلفزيون عالميا او هون الا ما في
بس نوستالجي وفينا نذكر بتصور جهاد اجته الفكره كثير حلوه انه ما في ولا ايميسيون راديو بعد عملت ايميسيون كولينير ومشان هيك اخذ كثير سكسي هي الايميسيون على الراديو لانه سريعه بوقت بيك تايم وفيها انفورماسيون مهضومه جهاد المر بحب الاكل اكل زويق يعني زويق اكيد فاذا اول شيء كان في اول شيء رح يكون موجود بالمكتبات هالكتاب اليوم باللغه الفرنسيه كانك قلتي لانه ممكن انه يترجم للغه العربيه بده بعد شي كم شهر بيصير بالسوق وكان في امضاء ببلجيكا كمان كان في امضاء ببلجيكا برعايه سفيرنا ببلجيكا ومنحلي كل بلجيكا اللي عم بيسمعونا وجوزي اللي هلا هو ببلجيكا كمان عم بيشوفنا بتعرفي كثير بيشوفوا الام تي في وبيسمعوا نوستالجيا قد ايه مبسوطه بهالكتاب جوزي ايه كثير لانه خاصه انه فيه الكالوري و صرتي مجبوره تطبخي ودونك ليه السفاره حبت تعمل يكون تحت رعايتها لانه قال هذا تراث كولينير لبناني عم بيستمر انه شيء من الباتريموان اللبناني وفي امضى كمان بباريس بعد كم شهر كمان برعايه السفاره هونيك نبقى بنقول عنه والكتاب موجود هون بكل المكتبات وببلجيكا وبفرنسا كمان كيف يعني الاصداء ببلجيكا وبفرنسا مش من اللبنانيه من غير اللبنانيه كثير 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 حابين لانه بتعرفي برا لانه كثير مشهوره المطبخ اللبناني مشهور بالخارج ما بيعرفوا لحدا اوروبي مثلا بيروح على المطعم بفكر انه الاكل اللبناني هو الميزه اللي بيشوفها قبل الحمص والكبه عم بيكتشفوا بفكر انه شيء كثير صعب الورك ان فيت الاكل اللبناني كثير هين وخاصه انا مفسرتهم التاب بإتاب يعني شو بتعملي دو شو بتقشر يعني هي كثير هين عم عم بلاقوه كثير هين وعم تطلع النكهه كثير طيبه كمان كانه شفت الفريزر كيف لازم نتعامل معها ايه في قصص طيبين بالفريزر في قصص لا في قصص بهينولك حياتك في قصص لا بتصير انه يلا تنعمل تنعمل ايه لا كله موجود كله موجود المهم انه طعمة الاكله ما تتغير تطلع طيبه ونعمل شيء طيب بلا ما نضلنا 10 ساعات بالمطبخ مثل ما انت هلا كنت عم تقولي لي يعني في كم طبخه ما فيك تهربي فيهم شويه وقت بالمطبخ بدهم بس فيك تحضري قبل بوقت الانجريديان وعلى التطبيق بيكون زينة شكرا لك اهلا وسهلا فيك لي روسيت دو جورجيت تحيه لجورجيت كمان لي روسيت دو جورجيت موجوده لكن بالاسواق بلبنان بفرنسا وببلجيكا وعلى نوستالجي كل يوم 7:30 و12 ونص فينا نترافق معك وفيكم تعملوا الكومنتير يلي بدكم اياه عم يطالبوا فيك معنا السبت تطبخي لنا شي طبخه يلا شو رايك انت بدكم يلا طبخه بخمس دقائق انا وياك بنعملها بخمس دقائق لا تعمليها انت وتينا اذا شي انا مش رح اوقف بالموضوع فاذا نعمل طبخة هيدا مطبخ ستيفاني وتينا أنا مش داكار. مسموح فوت غير على التيستينج على التيستينج أهم شيء ثانك يو زينة مشاهدينا وقفي هلا ونرجع نتابع نحن وياكم ما هند ميد خليكم معنا